بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتنقل في شابتر 6 الى جزء جديد، وهنبتدي بحاجة اسمها الكالوري متر. احنا لما نحب نقيس الهيت تشينجز داخل اللاب، سواء بقى الهيت ده الفيزيكال او كيميكال، بستخدم جهاز اسمه الكالوري متر او الكالوري متر ديفايس. فلو حبينا نعرف بقى الكالوري متري، بنقول ان هي the measurement of heat changes، قياس التغير الحرارة. في حاجتين لابد ان نعرفهم في البداية. اول حاجة الـ specific heat of substance، واللي برمز لها بالرمز small s. بقولنا الـ specific heat is the amount of heat required، هي كمية الحرارة المطلوبة to raise the temperature، عشان ارفع حرارة ايه، of 1 gram of substance 1 degree Celsius. وبتكون اليونت لها كام؟ جول على كل جرام سلسيوس ديجري. فاذا هنا ايه، عشان ارفع حرارة ايه، 1 جرام كمية الحرارة مطلوب. طيب في عندي حاجة تانية اسمها heat capacity of substance، وبرمز لها بالرمز ايه، capital C. بقول عبارة عن ايه، هي تقريبا تعريفها نفس تعريف السي لا specific heat، لكن هتختلف في حاجة. بقول لي is the amount of heat required، نفسها بالضبط، to raise the temperature of a given quantity، هنا بقى كمية معينة، هنا كان ايه 1 gram of substance 1 degree Celsius. وبتكون اليونت لها كام، جول على كل سلسيوس ديجري، هنا كام، جول على كل جرام. يبقى زين التعريفين تقريبا واحد، لكن اختلاف هنا ايه، هنا برفع حرارة 1 جرام، هنا برفع حرارة ايه given quantity، مديني كمية معينة. ولو حبيت اوجد علاقة بين السي والاس، هنا العلاقة بينهم عاملة كده، ان السي اللي هي الهيت كاباسيتي بتساوي الام في الاس، الام اللي هي عبارة عن ايه، الماس اوف ايه سبستانس بالجرام. ولو حبيت اطلع الكيو اللي هي الهيت تشينج، في علاقة عندي لابد ان اعرفها كمان. بقول ان الهيت تشينج اللي هي الكيو بتساوي الام اس في الدلتا تي. وبما ان عندي الام اس هنا هو بتساوي السي، ممكن استغنى عن الام اس واحط مكانها ايه، السي، واضربها فين، في الدلتا تي. والدلتا تي عبارة عن ايه، هي الفرق بين درجة الحرارة اللي هو ايه، التي فاينل ناقص التي انيشال. وفي عندي جدول كده موجود للكومن substances والspecific heat لها، ممكن ايه يدهولي في الامتحان، وممكن انا ايه اكيد هيدورنا طبعا في الامتحان اذا جات لي ايه مسألة. هنلاقي مثلا الجدول ده، عندك اول حاجة الالومنيوم. الالومنيوم بيحتاج ايه، بيحتاج 0.900 جول لكل جرام لكل 1 سلسيوس ديجري، يعني محتاج هنا الالومنيوم ده عشان ارفع درجة حرارة ايه جرام واحد، درجة واحدة ايه سيليزية. تحت منه هتلاقي مثلا AU اللي هو ايه الذهب، محتاج اقل، فتلاقي ان درجة حرارته بيرتفع بسرعة لكل 1 جرام. لو نزلنا بقى تحت شوية كده هنلاقي في الاخر المية ال H2O. ال H2O اللي محتاجة جول كتير، او محتاجة حرارة كتير عشان ارفع حرارة ايه 1 جرام، فتلاقي اكترهم اهو، شايفين؟ فاذا المية بتحتاج ايه specific heat اكتر. تعال نشوف السؤال ده هنا، بيقول لي what name is used for the amount of heat required to raise the temperature of any specific substance by 1 degree Celsius. هنا مش مديني ايه، بيقول لي 1 gram، هنا مديني بيقول لي any specific ايه substance. فهل هي heat capacity ولا standard temperature ولا heat of reaction ولا state function؟ طبعا هي اكيد ايه الheat capacity. تعال نشوف السؤال ده بيقول لي ايه، بيقول لي a 466 gram sample of water is heated from 8.5 celsius degree to 74.6 celsius degree. بيقول لي عندك عينة من المية مقدارها كذا، ده الماس، سخناها من درجة حرارة 8.5 الى 74.6. طيب عايز ايه، بيقول لي calculate the heat absorbed. عايز ايه هنا الكيو، فبيقول لي calculate the heat absorbed by water in kilojoules، كمية الحرارة الممتصة بواسطة المية بالكيلو جولز. طيب فاكرين قانون الكيو بيقول ايه، بيقول ان الكيو بتساوي m في الاس في الدلتا تي. طب تعالوا نشوف ايه المتوفر عندي، الام فين،
الماس اهي اللي هي 466 جرام. طب والاس هجيبها ازاي؟ ارجع لجدول ايه السبيسيفيك هيت واطلع السبيسيفيك هيت لمين؟ للووتر. هلاقي بيساوي كده 4.184، ده من جدول ايه؟ السبيسيفيك هيت. طب والدلتا تي؟ دلتا تي اطرح درجتين الحراره، التي فاينل اللي هي 74.6 ناقص كام؟ ال 8.5، طلع لي ان الدلتا تي بتساوي كام؟ 66.1. خلاص كده كل البيانات متوفرة عندي، احطهم فين؟ تحت. يبقى اذا الكيو بتساوي ايه؟ الرقم ده في الرقم ده في الدلتا تي. نجيب الكالكوليتر ونحسبها. ها يلا هات الكالكوليتر كده واحسبوها مع بعض. ها المفروض تطلع معايا كده ان الكيو بتساوي 1.29 في كام؟ 10 ريز ايه 5، 10 اس 5 جولز. نخلي بالنا بالجولز عشان نحولها لكيلو جولز، لانه طالبها فوق ايه؟ بالكيلو جولز، صح؟ يبقى اعمل ايه؟ اقسمها على 1000. يبقى اذا الرقم اللي طلع لي ده الكيو اقسمه على 1000، المفروض يطلع لي كده. اذا طلعت صح يطلع لي كام؟ 129 كيلو جولز. تعال نشوف السؤال ده بيقول لي how many joules are needed to raise the temperature of an iron nail that has a mass 7.05 gram from 25 Celsius degree to 100 Celsius degree. The specific heat of iron is كذا. بيقول لي عايز اعرف ايه؟ هنا الكيو. طالما قال لي ان how many joules، عايز اعرف الكيو. are needed to raise، محتاجة عشان يرفع درجة حرارة مسمار حديد مقداره او وزنه يعني اللي هو الرقم ده من درجة حرارة 25 درجة سلزية إلى 100 درجة سلزية، ومديني المرة دي السبيسيفيك هيت على طول، بقول لي كذا مش محتاج أرجع إيه للجدول. فاكرين قانون الكيو؟ سهلة. قانون الكيو كان بيقول لي إيه؟ زي المسألة اللي فاتت، بيقول لي إن الإم في الإس في الدلتا تي. طب الأرقام إيه المتوفرة عندي؟ الإم اللي هي الماس بتساوي كام؟ بدهون فوق، ده وزن المسمار. ومديني الاس جاهزه مش محتاج ارجع عليه التيبل، وان الاس عندك كام؟ اللي هو 0.452 جولز جرام على كل سلسلس ديجري. تعالوا نعوض ايه؟ فاضل عندي حاجه، ها الدلتا تي. الدلتا تي نسينا نقول الدلتا تي طبعا هي عباره عن ايه؟ فرق درجات الحراره اللي هي تي فاينل ناقص ايه؟ التي انيشال. يبقى المفروض تطلع لي كام؟ 75 سلسلس ديجري. خلاص ارقامي كلها جاهزه يا نوت، تعال نحطها في المساله. يبقى اذا الكيو هتساوي الرقم ده في الرقم ده في الرقم ده. نجيب الكالكوليتر ونحسبها، المفروض تطلع لي كام؟ اذا طلعت لي عليه تطلع كده كيو بتساوي ايه؟ 2398 جولز. في خطوه ثانيه ولا لا؟ لا خلاص هي خلصت على كده، لانه مش قايل لي ايه كيلو جولز، هو مكتفي بس وايه مش مديني اي حاجه. اذا قال لي بالكيلو جولز في الحاله دي اتقسم على 1000، لكن مش قايل لي، يبقى اكتفي بالحل ايه كده. كونستانت فوليوم كالوريمتري. احنا كنا قلنا قبل كده ان الكالوريمتري عباره عن علم بيقيس لي ايه كميه الحراره. في طريقتين عشان اقيس الحراره. الطريقة الأولى اللي بيسموها الكونستانت فوليوم كالوريمتر اللي هو إيه؟ ثبات الحجم، وبيستخدموا لها جهاز اسمه الكونستانت فوليوم بومب كالوريمتر، جهاز بيعزل التفاعل تماما. تعال نشوف الصورة دي كده. أدى الجهاز أهوت، وفي عندي أدى البومب اللي جوه اللي بيعزل التفاعل تماما، وأدى التفاعل هنا أو العينة اللي بحطها للكومباوند يعني، وفي عندي جهاز محاط بمية هنا. والجهاز ده كله فيه طبعا هنا هو ثرموميتر بيقيس الحرارة عندي. طيب نشوف هنا هو في الجهاز بيقول لي تعرفه ازاي. انا التعريف بيقول لي is a device to measure the amount of heat released، الحرارة المنبعثة or absorbed، الممتصة by any chemical A process. طب لو شفنا الجهاز ده هنلاقي ان البومب له كيو، له هيت، وكمان الووتر لها هيت، وكمان الرياكشن له هيت. مجموع الثلاثة دول مع بعض اللي هو الكيو للووتر زائد الكيو للبومب زائد الكيو للريكشن بتساوي زيرو. وكنا خدنا قبل كده قانون بيقول لي ايه؟ ان الكيو بتساوي الام في الاس في ايه؟ في الدلتا تي، الماس في السبيسيفيك هيت في الدلتا تي، والقانون ده عرفناه وخلصنا منه. طبعا كيو لمين؟ للووتر.
كنا خدنا قبل كده كمان ان الكيو بتساوي السي في الدلتا تي. طبعا الكيو للبومب بيساوي السي بومب في الدلتا تي. احنا بنعرف القوانين ليه؟ عشان لما نيجي نحل المسائل بعد كده مهم ان انا احفظ القوانين دي. الطريقة التانية اللي اقدر اقيس بها كمية الحرارة بيسموها الكونستانت بريشر كالوريمتري، وبنستخدم لها او بيستخدموا لها جهاز اسمه ايه، الكوفي كاب كالوريمتر. وبنلاقي ان الكونستانت بريشر كالوريمتري بتقيس الحرارة الناتجة عن جميع التفاعلات، او تفاعلات مثلا زي التعادل او النيوتراليزيشن او الاينيزيشن اللي هو التعيون، او التبخير اللي هو الفابوريزيشن، كمان الفيوجن، اي تفاعلات تانية غير تفاعلات ايه الاحتراق. لان الكومباشن رياكشن بيقيسها مين؟ كمية الحرارة الناتجة، ها، الكونستانت فوليوم كالوريمتري الطريقة دي. وبنلاقي ان عند ثبات البريشر بنلاقي ان الكيو بتساوي الدلتا اتش، مهم جدا نعرفه. تعالوا نشوف شكل الجهاز عامل ازاي. هنلاقي ان الجهاز عامل كده زي كوباية القهوة بالظبط اللي احنا بنشرب فيها تقريبا، يعني معزولة هي بفوم هنا هوت ومتغطية، وداخلها فيه زي مكان كده احط فيه الميكسر في المكان ده هوت، وفي عندي زي عصاية او ستيك نازلة اقدر اقلب بيها المخلوط، وفي عندي ثيرموميتر، الثيرموميتر بيقيس درجة الحرارة، يقدر يقيس لي الدلتا تي لو عندي هنا التي انيشال وعندي هنا التي فاينل، اقدر اطلع مين الدلتا تي عن طريق ايه الثيرموميتر. تعال نشوف الجدول اللي جاي ده هوت. الجدول ده بيوريني تفاعلات او مجموعة من التفاعلات حصلت داخل اللي هو ايه الكافي كاب كالوريمتر. هنلاقي مثلا زي اول تفاعل نيوتراليزيشن زي مثلا LHCl زائد ال NaOH طلع لي NaCl و H2O، واطلق لي كمية حرارة اتقاست الدلتا H له كان بكام؟ 56.2. تفاعلات تانية من الايونيزيشن ال H2O اتأين الى بوزيتيف ايون وكمان نيجاتيف ايون، وامتص كمية حرارة 56.2. كمان الفيوجن اللي هو الميلتنج او الانصهار، كان عندي تلج اتحول الى ليكويد، مية يعني سوليد اتحولت الى ليكويد وكمية حرارة ناتجة منها كذا. الهيت اوف فابوريزيشن طبعا H2O ليكويد اتحول الى جاز H2O وعندي كمية الحرارة ناتجة 44. في عندي الهيت اوف رياكشن، عندي MgCl سوليد زائد Na ليكويد طلع لي NaCl سوليد MgA سوليد، واطلق لك كمية حرارة مقدارها كام؟ 180.2. ديت ايه الطريقة التانية لان انا اقيس كمية الحرارة الناتجة. تعال نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. بيقول لي a quantity of 1.435 gram of naphthalene C10H8، عندي كمية من النفثالين مقدارها كذا. Abundant smelling substance اللي هي طبعا لها ايه رائحة نفاذة. Used in moth repellents، بنستخدمها كمضاد للعث. Was burned in a constant volume bomb calorimeter، خدناها وحطناها في جهاز البومب calorimeter وحرقناها جوه الجهاز. Consequently على الترتيب بقى كده او على التوالي، the temperature of water ارتفع درجة الحرارة من 20.28 Celsius degree الى 25.95 Celsius degree، ارتفع درجة حرارتها من 20.28% الى 25.95%. If the heat capacity of bomb plus water، اذا كانت الهيت كاباسيتي للاتنين مع بعض was 10.17 كيلو جول على كل سلسلة ديجري، عايز ايه بقى؟ بقولي calculate the heat of combustion of naphthalene in molar basis، عايز يحسب حرارة الاحتراق للنفثالين بالمولر basis. بخلي بالنا احنا مدينا ايه فوق؟ مدينا البومب والووتر مع بعضها، ومديني كمان هنا درجتين حرارة. طب نرجع للقوانين اللي احنا كنا قلنا نحفظها. كنا قلنا ايه؟ ان الكيو الووتر زائد كيو بي زائد الكيو رياكشن بتساوي ايه؟ زيرو، صح؟ طب تعالوا نطلع بره الكيو رياكشن ونسيب دول مع بعض. الكيو ووتر زائد الكيو بي بتساوي ايه؟ النيجاتيف كيو رياكشن. ليه انا طلعتها بره؟ عشان عايز اوصل ان البومب والووتر اعوض عنهم بقيمه واحده، صح؟ تعال نكمل. فاكرين كيو كانت ايه؟
الكيو. نرجع لقانوننا ورا، كنا قلنا ان الكيو بتساوي ايه؟ الهيت كاباسيتي في الدلتا تي. يبقى اذا الكيو للووتر بتساوي الهيت كاباسيتي الووتر في الدلتا تي زائد السي البي اللي هي الهيت كاباسيتي للبومب في الدلتا تي. ليه انا عملت كده؟ عشان الاتنين دول قيمهم مع بعض واخد عامل مشترك. تعال ناخد بقى عامل مشترك اللي هو الدلتا تي. يبقى اذا السي دبليو زائد السي بي في الدلتا تي بتساوي ايه؟ نيجاتيف كيو راديو. خلاص القيمتين دول مع بعض عندي فوق اللي هي كام؟ 10 17% كيلو جول. تعال نعوض عنه. يبقى اذا الكيو راكشن بتساوي 10.17 كيلو جول على كل سلسلس ديجري في الدلتا تي اللي هي التي فاينل ناقص التي انيشال سلسلس ديجري. وصلنا الى نجيب الكالكوليتر ونحسبها، المفروض الكيو راكشن تطلع لي كام؟ اللي هي 57% كام؟ ب 56 و66% كيلو جول. تعال نرجع بقى اشارتنا اللي عندي هنا اهوت النيجاتيف والنيجاتيف. اذا حطينا نيجاتيف يبقى نيجاتيف كيو رياكشن بتساوي كام؟ نيجاتيف 57.66 كيلو جول. خلصنا كده؟ لسه خطوه. احنا وانا وصلنا لحد هنا طلعنا كده ايه؟ الهيت اوف كومباشن، لكن لسه عايزها بالمولر بيزز. سهله فش حاجه. يبقى المولر بيزز هتطلع ازاي؟ الكيو رياكشن عندي كان مديني فوق كام جرام؟ فوق مديني بيقول لي ان حرقنا كام عندي من النفثالين ده؟ طلع لي حراره قد ايه؟ طلع لي نيجاتيف 57.66 كيلو جول. نرجع بقى للبريودك تيبل ونطلع كل 1 مول في كام جرام. السي 10 اتش 8 فيها كام جرام بالبريودك تيبل؟ 128.2 لكل 1 مول. انا حطيت فوق الجرام ليه؟ عشان اشيل الجرام هنا مع الجرام هنا. نجيب الكالكوليتر اهوت ونحسبها. يلا عملية الكالكوليشن سهلة. يبقى اذا الكيو رياكشن بالمولر بيزز بتساوي ايه؟ ها المفروض تطلع لي كام؟ نيجاتيف 5.151 في كام؟ 10 ريز 3 10 اس 3 كيلو جول على المول. تعال نشوف السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي A gas is compressed from an initial volume القيمة ديت لتر إلى final volume كذا. يعني بيقول لي إن أنا عندي جاز ضغطناه وكان الانيشال فوليوم عندي اللي هو 5.75 لتر، بعد ما انضغط اصبح الفاينل فوليوم له كذا. باي ان اكسترنال بريشر اوف 1 اتموسفير، عن بواسطه ضغط خارجي مقداره ايه؟ 1 اتموسفير. During the compression اثناء عمليه الضغط ديت the gas releases 126 جول اوف هيت. اثناء عمليه الضغط ديت الغاز اطلق حراره مقدارها 126 جول. طب عايز ايه بقى؟ بيقول لي what is the change in internal energy of gas، يعني عايز ايه؟ الدلتا اي. طيب تعال نشوف معطياتنا. اول حاجه بيقول لي a gas is compressed، معناه ان الورك دان ايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ compressed معناه ايه؟ الورك ده على السيستم. يبقى اذا الدبليو المفروض هتبقى قيمتها بايه؟ بالبوزيتيف. وعندي كمان مديني الفوليوم الانيشال وعندي كمان الفوليوم فاينل وعندي ال1 اتموسفير اللي هو البريشر. فاكرين قانون الدلتا اي بيقول لي ايه؟ احنا لسه قايلينه من شويه. بيقول لي ان الدلتا اي بتساوي الكيو زائد الدبليو. طب ايه المتوفر عندي؟ انا متوفر الكيو، صح؟ الكيو هنا بايه؟ خلي بالنا لما يجي نحلها. الكيو عندي بيقول لي gas releases 126، معناه ان الجاز ريليز معناه ان هي نيجاتيف ساين. يبقى اذا لما اجي احطها بالنيجاتيف. محتاج دلوقتي اطلع بقى الدبليو. طيب انا قيمه الدبليو مش موجوده عندي جاز، لكن مديني ايه؟ الدلتا في اقدر اطلعها عن طريق ان انا عندي الفي اهي الفاين الانيشال وعندي كمان الفاينل وعندي الاتموسفير. فاكرين قانوننا؟ كنا بنقول ايه؟ ان الدبليو بتساوي ايه؟ نيجاتيف بي دلتا في. البي موجوده ادي البريشر والدلتا في ادي اطلعها، صح؟ تعالوا نطلع الدبليو. النيجاتيف بي اللي هي ايه؟ نيجاتيف 1 اتموسفير وادي الدلتا في ادي التي الفي فاينل ناقص ايه؟ الفي انيشال بيطلع لي كام؟ 4.52 لتر اتموسفير. طيب انا مش هتعامل مع الليتر اتموسفير لان انا مديني ايه؟ الجول
محتاج احول كل لتر اتموسفير الى جول، صح؟ فاكرين لتر اتموسفير بتساوي ايه؟ 1 لتر اتموسفير بتساوي 101.3 جول اللي احنا قلنا نحفظها، صح؟ تعال نطلع بقى ايه قيمه الورك دان بالجول. يبقى اذا الرقم اللي انا طلعته الورك دان اللي هو 4.52 لتر اتموسفير في 101.3 جول على 1 لتر اتموسفير، لان عند كل 1 لتر اتموسفير بيديني 101.3 جول. شوف الكالكوليتر، تعال نحسبها، يبقى تطلع لي كام الرقم ده اللي هو 5457.9 جول، صح؟ خلاص طلعنا هنا اهوت ايه الورك دان بالجول، نحطها مكانها فوق على المعادلة اللي احنا ايه طلعناها. تعال نحطها، يبقى زي دلتا اي بتساوي ايه؟ نيجاتيف اللي احنا كنا قلنا عليها، اللي انا بقول ايه الجاز ريليزز اطلق حرارة، يبقى نيجاتيف 126 جول زائد بوزيتيف كام اللي احنا قلنا عليها الورك دان. الورك دان هيبقى ايه؟ بالبوزيتيف. يبقى اذا الورك دان طلع لي كام؟ 457.9 جول. نجمعهم على بعض او نعمل لهم العمليه الحسابيه، المفروض يطلع لي كام الدلتا اي التغير او الانترنال انرجي، التشينج ان انترنال انرجي، يطلع لي 330 جول.